يحتضن معرض الجواهر العربية بين أروقته أشهر العلامات التجارية البحرينية المتخصصة في تصميم وصياغة اللؤلؤ الطبيعي البحريني. نعم، فهذه التصاميم المتميزة التي يقدمها المعرض وبشكل حصري سنويا تعد من المجوهرات النادرة التي تقدمها العوائل البحرينية التي امتهنت صيد وصياغة هذه الحلية المتميزة. اللؤلؤ الطبيعي البحريني تحفة نادرة تغنت بها مختلف الحضارات والأمم، فاللؤلؤ البحرينية التي يتم استخراجها من هيرات البحرين تعد أجود وأندر أنواع اللؤلؤ في العالم. تعتبر من أهم معارض الجواهر أو المجوهرات في العالم، حتى من نوع العارضين والمشاركين اللي يكونون موجودين ومن نوع الزوار اللي يحضرون. احنا وايد نهتم ان نشارك في هاي المعرض عشان نحصل، يعني نتعرف على هاي الزبائن، نكلمهم على اللؤلؤ الطبيعي البحريني اللي احنا يعني هو شغفنا صراحة في مطل الجواهر، لان احنا نتوارثنا من جيل لجيل. يعني احنا نحس انه يعني كتشالنج لنا، ان كل سنة نحاول يعني ننزل اشياء جديدة، موديلات جديدة، اشكال جديدة. حاليا في المتحف كلها تعتبر من الاشياء النوادر حق معرض البحرين. بريق ولمعة لافتة وألوان خلابة تأسر القلوب وتسحر العيون بجمالها، فهذه المصوغات والحلي اللافتة صنعت من اللؤلؤ البحريني الخالص بتصاميم حديثة ومبهرة صاغتها أيدي بحرينية حرصت في تصاميمها على مزج التراث بالحداثة لتشكل من خلالها تحفة فنية خالدة على مر السنين. جواهر العربية المعرض هو من أنجح المعارض اللي في القطاع في الشرق الأوسط، فطبعا كوننا موجودين في هاي المعرض يعزز من مستوى أو من مدى معرفة الناس باللؤلؤ الطبيعي. يعني اليوم معظم الناس ممكن يتكلمون ويفكرون أن اللؤلؤ الطبيعي يعني ما عاد متوفر، لكنه هو على عكس ذلك. اللؤلؤ وخصوصا اللؤلؤ البحريني في يعني تشريعات وقوانين اللي تأكد على استمرارية هاي المصدر من كمصدر رئيسي للاقتصاد في الاقتصاد البحريني. قدم لنا أفضل مكان حق كل الخليجيين إن يجون ويشوفون المصوغات البحرينية، فيعطي شهرة أكثر حق المحلات وإنه يطلع أسهمهم. المصوغات الذهبية مختلفة من قيراط 22 قيراط 21، نحط معها مع اللولو، نطلع ديزاينات عريقة وجديدة. في معرض الجواهر العربية تألق اللؤلؤ البحريني بين مختلف المصوغات الذهبية والجواهر والأحجار الكريمة، وزادها تألقا ألوانه المتميزة واللافتة والتي منحتها هيرات البحرين الطبيعية ومغاصاتها طبيعة خاصة وفريدة من نوعها، خصوصا وإن مملكة البحرين كانت ولا زالت متمسكة باللؤلؤ لكونه يشكل روح تراثها وتاريخها العريق. مقتنيات مذهلة من اللؤلؤ البحرينية الطبيعية يقدمها معرض الجواهر العربية بأسلوب مبهر وجذاب، يسعى لاقتنائها محبي هذه القطع النادرة، خصوصا وأن اللؤلؤ البحريني يعد من أندر وأجود وأجمل أنواع اللؤلؤ الطبيعي على مستوى العالم. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.